خد احمد. مساء الخير يا احمد. احمد الحمد لله. ازيك يا ابو حميد؟ كويس يا كابتن. يلا مين اللي هيكسب، الاهلي ولا الزمالك؟ يا رب الاهلي. لا كام إيه هو حقق رونالدينيو راح الزمالك؟ رونالدينيو رايح الزمالك؟ اه مش عارف يا احمد والله. لا مش رايح الزمالك يا احمد. شكرا يا احمد. معانا احمد كمان. ازيك يا احمد؟ يا كابتن مساء الفل يا ابو حميد. بقول لك يا كابتن ان شاء الله الزمالك يكسب الاهلي، ويا ريت انت تديها ماتش عشان انت وشك حلو على الزمالك. طب صدق مش هزيع؟ خلي بقى كابتن محمود بكر اللي زي احمد. تصدق بقى طالما انا وشي حلو على الزمالك تصدق مش هزيع؟